التجربه ديالي ديال المره الترشيح ديالي هو نابع من جوج ديال الاسباب. السبب الاول هو انه كي تتعرفوا قنيطره كانت جهه وحاليا ولينا جزء من جهه، ولينا يعني اقليم من سبعه الاقاليم ديال الجهه، وطبعا هذا الشيء هذا اثر على الاقليم ديال قنيطره، وكان واحد التراجع بالنسبه لواحد العدد المكتسبات اللي كان يمكننا ندركوها. فالترشيح ديالي تيجي في الاطار ديال انه نمشي ندافع على قنيطره في الجهه، هذا من الجانب الاول. الجانب الثاني هو انه واحد العدد ديال المواطنين ومعارف ديالهم الناس اللي تاي هذا اللي تيثقوا فيا، يعني لحوا عليا انه نترشح للعضويه ديال الجهه. فيما يخص التقييم ديال الحصيله ديال الحزب الحالي، لا بالنسبه للاقليم ولا بالنسبه للمدينه ولا بالنسبه للجهه، تنظن على انه كان واحد العدد ديال الوعود، لو انه هذه الوعود كلها طبقات غادي نقول تجربه ناجحه. للاسف كاين واحد العدد ديال المشاكل اللي عشناها واللي باقيين تنعيشوها، وهذا ما يمكنش نحكموا على تجربه بالنجاح مع الوجود ديال المشاكل كاينه، واصعب منهم المشكل ديال التنقل داخل المدينه، الاختناق ديال المدينه الى اخره. تنظن على انه عنده واحد البرنامج اللي هو برنامج واقع، نحاول انه ما نكونوش تنوعدوا وعود كاذبه، ما نكونوش تنوعدوا بلي غادي نخدموا 8 مليون ولا 2 مليون الناس وغادي ندوبلوا لي سالير، وغادي تنوعدوا بامورات اللي هي واقعيه. وهذا الشيء هذا تيجي من التجربه ديال الحزب، لان الحزب دوز واحد المده كبيره في المعارضه وتعرف علاش تيهضر، ودوز واحد المده لا باس بها في السلطه في الحكم، اذا عنده المعطيات الكافيه باش يعرف شنو هو الممكن، وتنحاولوا نديروا سياسات الممكن. البرنامج ديالنا على البرامج الاخرى هو انه برنامج واقع، فاذا جينا نشوفوا البرامج ديال الاحزاب كلها نلقاو تقريبا تتشابه، ولكن اللي تيخلي ان حزب الاتحاد الاشتراكي يكون عنده برنامج اللي هو ممكن التطبيق ديالو، هو ديك التجربه اللي دات منها، لا من المعارضه ولا من سنوات الرصاص ولا من سنوات الحكم الى اخره، اللي تتخليه يعرف كيفاش غيمكن له يدبر الامور، تيوعد بالامورات اللي يمكن له يدبرها. اي حزب ملي تيدوز من الحكم واحد المده راه تيعرف واحد التراجع في الشعبيه ديالو، لانه تياخذ واحد القرارات اللي لابد منها واللي ما تت يعني يمكن لها تبقى شويه بالشعبيه ديالو. هذه الفتره تزنا منها، الان تنظن على انه المغاربه جربوا تجارب اخرى ويمكن لهم يقارنوا، واذا قارنوا بواحد الطريقه اللي هي منطقيه تنظن على انه غيرجعوا للاختيار ديالهم اللي كان مدة سنوات. كل الأحزاب مختلفة وخصها تكون مختلفة، وإلا غادي نمشيو للحزب الواحد. التحالفات تتكون على برامج، فاللي الحزب اللي يقدر يكون عنده برنامج اللي تيتشابه ديالنا، تقاطعات في البرامج تيمكننا نتحالفوا معاه. الحزب اللي ما عندنا معاه تقاطعات ما غادي يكون غير طبيعي أنه نتحالفوا معاه، فسواء حنا كنا في المقدمة أو لا غادي نتحالفوا باش نكملوا هذا، او لا وحدين اخرين اللي غيكملوا معنا. التحالف ما يمكن له يكون الا مع احزاب اللي يمكننا نتفاهموا معها على البرنامج. البرامج اذا كان فيها يعني احنا عندنا واحد العدد ديال الاولويات اللي هي اولويات اللي تتهم الجانب الاجتماعي، خاصه كاين المشكل ديال الصحه خصو يتحل، كاين التغطيه الصحيه خصنا ندخلوا في التطبيق ديالها والتغطيه الاجتماعيه بصفه عامه، كاين المشكل ديال الشغل، كاين واحد العدد ديال المشاكل اللي عندنا رؤيه وما يمكننا نتحالفوا الا مع الناس اللي عندهم رؤيه مقاربه للرؤيه ديال الاتحاد الاشتراكي. هذا هو المنظور ديالنا للمستقبل. تنتمناو على انه المغاربه يعرفوا الصالح من الطالح، يعرفوا شكون باغي المصلحه ديالهم ويمشيو في هذا الاتجاه، وكذلك تنادي الجميع باش يمشي يصوت،
صوت علينا ولا على غيرنا، ولكن لابد تم التصويت، لان ما يمكنش انسان ما يمشيش يصوت ومن بعد ينتقد. ما يمكننا ننتقدوا الا خدينا المسؤوليه ديالنا حنا الاولانيين واخترنا نختاروا داك اللي بيننا انه غادي يطبق داك الامورات اللي هو وعد بها، قاد باش يطبقها، ما غادي يخلطهاش مع حوايج اخرين. هذاك الانسان هو اللي نصوتوا عليه، ولا نجلسوا في ديورنا ومن بعد نجلسوا تنقتل النقد اللي هو غير بناء. تنظن ماشي من خصال الهربه، لا بد من نوصلوا لواحد، وحتى باش نوريو الجيران ديالنا اللي باغيين السوء لهذه البلاد هذه. ما تنهضرش على الشعب الجزائري، الشعب الجزائري وصديقه، حنا خوا تنهضر على المسؤولين تما اللي باغيين فينا الخدمه بحال اللي تيقولوا. نوريو لهم على انه حنا لحمه وحده، على انه حنا باغيين الخير لبلادنا. وهذا الشيء هذا ماشي غريب على المغاربه، غريب اللي غير في السلوك هو معك. كان تراجع، لانه كاين امورات اللي هي ذاتيه وكاين امورات اللي هي يعني موضوعيه. ما هو موضوعي نقدر نقولوا هو انه هذا الجوج ديال الاحزاب الوطنيه اللي عندها اكثر من 60 عام ديال التواجد وديال النضال وديال العمل، بعد ما تدوز من واحد الفتره ديال الحكم الى اخره، راه لابد من تكون تراجع. كذلك الناس اللي ذاك المناضلين اللي اسسوا هاد الاحزاب واللي كان عندهم قناعات، طبعا كاين واحد التغير في المجتمع، من نظره العمل الحزبي غادي وتتغير. وكاين امورات اللي هي خارج عن الاراده ديال يعني كاين جهات بعض النوبات اللي تتشوه بواحد الاحزاب، وبين هذه الجهات حتى بعض الافراد ديال بعض الاحزاب اللي تيديروا بعض النوبات واحد الامورات اللي ماشي هي هذيك، وتتحسب على الحزب كامل. يعني الكمال لله، ماشي كل شيء نزيه، ولكن حنا تنقدروا على انه في الاتحاد كانوا الناس اللي هما اغرس اغرس بحال تيقولوا، مستقيمين باغيين العمل الصالح العام. مرة تتلقى شي واحد اللي طبعا ما غاديش يشوف هذا الخط هذا، ما خصناش نحكموا على حزب على وداش كاين واحد ولا 10 ولا 30 اللي هما ما غاديينش يشوفوا الخط. تنسب اليه جميع المنجزات. انا اللي نقدر ناخذ غير القضيه ديال هذه التغطيه الصحيه ديال انا تنعقل على انه مع الدكتور بوزوباع مع الدكتور بنيس اشتغلنا ليالي في المركز ديال الرباط في التسعينات باش نوجدوا هذيك الرماد. فهاد السنوات كلها ضربات في الزيرو، ولا اللي دخل على التطبيق ولا هو اللي تينسب لنفسه هاد العمليه. كذلك كاين عمليات اخرين اللي داروا من طرف احزاب اخرين، ولا تكتل ديال الاحزاب الى اخره، ولكن ملي تتبان النتيجه تتبان في وقت واحد الحزب تينسب لنفسه هذيك العمليه. كذلك كاين مشاريع اللي هي مشاريع ملكيه، يعني ما نقدروش غير نسبوا لنفسنا واحد الحاجه اللي هي ما جايه من صاحب الجلاله الله ينصرو. يعني خصنا لكل مقامين قال المقال بحال اللي كيقول. الحقيقه لو انه الانسان استقل في الاول، يعني كاين الناس اللي استقلوا شحال هذه، غادي نقدروا نقولوا على انه ما بقاش الافكار ديالهم تتطابق مع هذاك الحزب، ولاو تيشوفوا نفسهم في احزاب اخرى. هاد الاستقالات اللي تيجيو في اخر الدورات يمكن الجواب عليها غادي يكون من بعد الانتخابات. غادي نشوفوا ديك الساعه واش داك الناس يعني حقيقه استقلوا لانهم ما بقاوش متفقين مع الحزب فين كانوا، او لا استقلوا غير خطه وواحد الخطه باش عاوتاني نتحالفوا من بعد. هذه امورات اللي ما نقدروش نحكموا عليها، ما نديروش ان جوجمون دانتونسيون بحال اللي تيقولوا، ولكن الوقت غادي يبين، الوقت غادي يبين. هاد القضيه ديال يعني استقاله في اخر مطاف، يعني تيتسال الانسان، يعني ممكن الانسان يتساءل كيفاش يعني انت في هذا الحزب المده ديال سنين هذا، وحتى وصلت الانتخابات عاد تستقل. بحال اللي قلت الجواب ديالها غادي يكون بعد الانتخابات ان شاء الله. هذا منظور ديالنا كحزب اتحاد اشتراكي للقوات الشعبيه.
اللي هو معروف اللي يعني والدينا وجدودنا الأغلبية فيهم كلهم كانوا اتحاديين. شخصيا أنا في الاتحاد الاشتراكي منذ 1972 وما بدلش، وجاوني اقتراحات 1972 رانا كنت كاتب عام ديال الاتحاد الوطني طلبة المغرب في بورو. فساعات وقت ما شي اتحاد اشتراكي كان اتحاد وطني القوات الشعبية، تنظن على واحد العدد الاتحاديين ما تيغيروش شيء الجن ديالهم الا القليل، وحتى اللي ما تيبقاش متفق تينزوي ويدخل لدارو، ولكن ما تيبدلش الجلده ديالو. هذه من المزايا ديال الاتحاديين بصفه عامه. شكرا للدكتور توفيق الحلو وكيل لائحه الجهه ديال الرباط السابق نيطرة بالنسبه لحزب الاتحاد الشراكي للقوات الشعبيه. كنت معنا مباشره على قناه أخبار الفجر المغربية. شكرا قناة أخبار الفجر المغربية.